تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أقيم حفل تكريم الوحدات الحائزة على المراكز الأولى في اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023. نعم، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها وقف الجميع لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال تأديتهم لواجبه المقدس دفاعا عن الوطن ونصرة للحق في مختلف ميادين التضحية والشهادة، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة. بعد ذلك قدم اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، قدم إجازا عن برنامج اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023. ثم تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتكريم الوحدات الحائزة على المراكز الأولى في اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023، حيث حققت القوة الخاصة الملكية المركز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفيني أن أنقل لكم تحيات وتقدير سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم قائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديره للواجبات والأدوار اللي نفذتوها في العمليات وفي السلم، وإن شاء الله من هذا المستوى وأعلى نستطيع رفع مستوى قوة الدفاع في الجاهزية القتالية وفي مجالات أخرى أيضا. سجل تفتيشات الجاهزية 1970 أول تفتيش، وكل نسميه التفتيش الإداري السابق، وفي الحقيقة يعني جاهزية عمليات وأيضا جاهزية تدريبية. المرحلة الجاية إن شاء الله بندخل في جاهزية العمليات أكثر إن شاء الله. اليوم أنا أستطيع أن أعلن وأقول أن في منظومات جديدة فعلاً دخلت الخدمة الآن، كذا منظومة ابتدت توصل والتدريب جرى عليها، والجزء الثاني من التدريب بعد إن شاء الله جاي، وبترفع هذه أيضاً من جاهزيتها. ليس التدريب فقط هو الجاهزية، إنما بعد إدخال المنظومات المتقدمة في هذه المجال وبالأخص مع هذا الأنواع من التهديدات اللي هي موجودة في المنطقة وانتم تعرفونها كلها. واليوم احنا أمتنا العربية والإسلامية مستهدفة في أوطانها، يعني في شعوبها، في أراضيها، في كل مجال، حتى في دينها. ما بقى شيء بعد ما شفنا اللي حصل في غزة، أي شيء ممكن يصير. العالم ما حد عليه إلا من القوي اليوم، واللي هو مستعد إنه يكون جزء من منظومة متكاملة ما يقدر يعيش حتى. هذه المأساة اللي حصلت للأطفال وللنساء لا يمكن أن تتكرر في أي محل في العالم، وانفذت الآن بدون حتى أي عقاب. فالقوات المسلحة عليها مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله قوة الدفاع وقفت في مواقف كثيرة وانتم كنتوا جزء منها، في حروب وفي أزمات داخل الوطن وخارج الوطن، ولدعم الأشقاء، ولله الحمد كلها خرجنا منها بنتائج مشرفة ولله الحمد. والرحمة بعد على شهدائنا اللي راحوا وهبوا أرواحهم في سبيل وطنهم. قوة الدفاع ولله الحمد تفتخر بوجود الرجال مثلكم في وسطها، وانتم بعد عليكم مسؤوليات جديدة الآن في تطوير الموجود اللي عنده ورفع كفاءته. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ومن هذه إن شاء الله المناسبة ومناسبات أخرى دائما نلتقي وياكم إن شاء الله على الخير إن شاء الله. الإخوان بعد اللي فازوا واللي ما فازوا إن شاء الله بعد المرات الجاية، الله يوفقكم إن شاء الله. مشكور.
وأوضح معاليه أن هذه القوة الأبية بعون من الله عز وجل ثم بالدعم والرعاية الدائمة من قبل القيادة الحكيمة ستواصل عملية التطوير والتحديث لتعزيز وتقوية البناء العسكري والتقدم الإداري، لتمضي في أداء رسالتها الوطنية بكل عزم واقتدار، مستندة إلى نهجها الراسخ والمتين في مواجهة شتى التحديات دفاعا عن حياض مملكة البحرين الغالية. وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تقديره لكل الجهود الطيبة التي بذلت لرفع مستوى الجاهزية القتالية والإدارية حتى وصلت إلى النتائج الطيبة والمرجوة التي حققتها أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين هذا العام. وقد كلف معاليه قادة الأسلحة والوحدات بنقل تهنئته وتحياته لكافة منتسبيها في مختلف مواقع عملهم المشرفة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية في الأعوام المقبلة.